هروح برضو لصورة تانية من الحاجات اللي برضو، بس دي بقى مش هيراها ناس كتير قوي. جايبين حمائي هو عنده 24 سنة. اوكي. وجايبينه يعني كلنا بدأنا وكلنا كنا يعني مش فاهم برضو. وجايبين حمائي هو عنده 44 سنة بعد ما بقى السوبر ستار. طب اي حد في الدنيا ربنا خلقه بشكل، هو طور من نفسه. اكيد. دي حاجه كويسه جدا. الناس بقى ليه هنعوض في الاربعينات ان شاء الله؟ حضراتكم بتتريقوا على حمائي يعني؟ عشان مش عارفين يوصلوا له، مش عارفين يعملوا زيه، مش عارفين يكونوا زيه. لا انا برضو، وبعدين البوست منتشر بشكل كبير جدا. السوشيال ميديا بقت نقمه ولا نعمه؟ بصراحه المفروض ان هي تكون نعمه، بس في مع الشائعات والرخامه والتنمر فهي نقمه. الموضوع بقى اوفر. بصي في نفس الموضوع ده برضه انا هقول لي هجيب لك حاجه. عارفه الفنانه الشابه مروه الازلي حاطه صوره في الجيم؟ أوكي. تمام، مفيش اي حاجه، صوره يعني عاديه مفيش اي حاجه. أوكي. فواحد بقى دخل كتب لها ايه؟ حلال فيك التحرش والاغتصاب. يا نهار ابيض، دي ما ينفعش نقول عليها بقى سفاله وقله ادب. نعم دي سفاله. لا يعني حلال فيها التحرش والاغتصاب عشان هي في الجيم، ويا ريت حتى الصوره مثلا ده لابسه لبس رياضه. فحضرتك يعني بجد والله انت عاوز يعني حلال فيها يعني؟ يعني انت بتدعو للناس ان هي تغتصبها عقليه، وبتدعو للناس ان هي تتحرش بيها؟ طب انا بقى بقدم فيك بلاغ للنائب العام دلوقتي على الهواء اهو. ما ينفعش غير كده. حقك، لان دي عقليه ناس ما ينفعش انها تكون موجوده وسطنا اصلا.